رمضان كريم على شعبنا وعلى كل الصائمين منه، ونسأل الله أن يعيننا على صيام وقيام. وطبعا رمضان، هذا رمضان مؤكد أنه مختلف عن غيره من الرمضانات التي صمناها من قبل. مرينا بظروف حلوة ومرة، لكن يبدو أنه هذا رمضان سيكون بصورة استثنائية، يعني يغلب عليه المر، لأنه البلد بتمر، بالإضافة إلى الأزمة السياسية المستفحلة اللي ترتبت على انقلاب 25 أكتوبر، ويعني مؤشراتها في عدم وجود حكومة ووزراء، والتعطل شبه الكامل لأجهزة الدولة ومؤسساتها، والشلل اللي حاصل في الأداء بتاع البلد كله، بالإضافة إلى هذا البلد بيعاني من أزمة اقتصادية خالدة متمثلة في التدهور المريع لقيمة الجنيه السوداني، وكذلك يعني التدني في الفرص بتاعت الإنتاج والمنتوجات في السودان. دائما طبعا زي ما كلنا عارفين الانفلات الأمني وعجز الدولة في مؤسساتها الأمنية المختلفة في أنها تحتوي العصابات المهيمنة على البلد وفارضة إرادتها وتحمي المواطن. فلذلك هذا رمضان في تقديري سيكون يعني استثنائيا بهذا المعنى، وستغلب عليه المرارة. طيب أنا في حياتي من قبل يعني مريت طبعا برمضانات كثيرة في ظروف مختلفة. طبعا أفضل وأجمل وأسعد من رمضان في السودان وسط الأهل، حتى وإن كانت في معاناة، ما وجدت، ما صرفتها، بس يكون مع الأهل دائما يكون يعني جميل ومريح نفسيا وروحيا واجتماعيا وحتى اقتصاديا، لأنه فيه تكافل، فيه تراحم، فيه تواصل كبير مع الأهل. ده غير الاستمتاع ب يعني كرامات ونعم رمضان يعني المختصة بالسودان، زي الحلمور والنشا واللابري والبليلة إلى آخره إلى آخره من الأشياء المربوطة عندنا في رمضان. في يعني الظروف بتاعت السفر أو ظروف الاعتقال أو الغربة، يعني قادتني إنه أصوم رمضان في غير الوطن، وكلها كانت بالنسبة لي يعني تجارب قاسية، يعني لا يعني حتى الإيقاع بتاع رمضان إنك تقوم متيل للسحور وتسحر بشنو، وبعدين بتعمل في أثناء النهار شنو الأنشطة اللي بتقوم بها عادة مرتبطة برمضان، وبعدك الفطور بتاع رمضان، وبعدك العشاء بتاع رمضان، بيختلف اختلاف كامل في من برا
يعني من الحالة في البلد في الوطن مع الأهل، والحالة مثلا في المعتقلات. معتقلات أنت بتكون يعني ما أنت بتختار، وإنما إدارة المعتقلات هي اللي بتحدد الأشياء، وهي اللي بتفرض عليك شنو بتاكلوا وشنو بتعملوا وشنو ما بتعملوا. السوداني من الناس وإليهم.